السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الرابعة من لعبة ماي تايم ساند روك، لعبة البناء في الصحراء. أنا عارف تأخرت عليكم كثير، لكن إن شاء الله الحلقة هذه حتكون طويلة. خلينا نبدأ. بسم الله. طيب، نحن آخر حلقة إيش سوينا فيها؟ ودعنا الرجال هذاك وراح، ما عندي الحين أي مهام، لكن عندي شيء مرة مهم أبغى أسوي. الفاس البرونزي، انا عندي هذا، سويت المعول البرونزي، لكن الفاس البرونزي ما سويته. كل شيء عندي. يا سلام، حلو. شوف كيف 15 وزايد 8%. يلا تمام، حلو حلو حلو. شوف كيف صار. وخلينا نحط الثاني في الشنطه هنا. حط الثاني. فين الثاني؟ فين؟ تعال افتح الشنطه، افتح الشنطه هنا يا حبيبي. وخلينا ناخذ هذا ونجد هنا. مره الشنطه عندي صارت مكركبه، اخر كركبه والله، اخر. حتى لما اقول له نظف برضو. بس اهم شيء عندنا الحين اقدر اكسر الخشب تاير 2. اول ما انا اقدر اكسر الخشب تاير 2، خليني اروح اشوف اول شيء قبل ما ننام، لانه غالبا المهمه حتجينا لما ننام. سويت مهام جانبيه وجمعت شويه فلوس عشان نبغى نتوسع. شوف هذه، اوه اقدر اكسرها. اول ما كنت اقدر اكسرها، كانت يا سلام ايش جابت لي. اوه فاين وود جابت لي. حلو، ممتاز ممتاز. طيب خلينا نشوف الحين، بروح اشوف، ابغى اجمع، ابغى اوسع البيت. خلينا اروح اشوف اوسع البيت، توسيع البيت من فوق هناك، لانه احس البيت حقنا صغير علينا. خلينا نوسعه، ممكن نحط معاه مزرعه كمان، نبغى نزرع. شوفوا هذا البيت حق الكونستراكشن، شايفينه؟ هذا البيت حق التوسيع هنا، شايفين؟ هذا هو. ايوه شوف هذا المكان، هذا المكان حق التوسيع. كيف حنوسع؟ طيب كيف حوسع البيت حقي؟ اكسباند اقول. كيف اكبره؟ يبغى هيلث بوينت او ليفل 1. يبغى 1000، ادفع ال 1000 عشان يتوسع. شوف كيف كبر. انا يبغى ادف اشياء وبعدين ورا ارجعها. حلو. الثاني 1500، بس كذا فلوسي حتغلق. طب خلينا قبل ما نوسع، طيب نقدر نسوي اشياء. والله شوف اشياء، هذه الاشياء تعجب البرنسيسه، تعجبها، تقعد تنبسط، تغير وتحط فين اللي تبغاه. نجيب حق دجاج، والله ما يداري. اقول يكفينا، خلاص يكفينا. انه لا 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 تلعب بفلوسك، لا تلعب بفلوسك، لا تلعب بفلوس. خلاص كفينا، وسعنا التوسيع هذا، كفي كفي كفي، بعدين كمل. طيب خلينا نشوف هنا ايش في شيء ينباع اقدر اخذه معايا. اوه شوف هذا الاشياء اقدر يبيعوها هنا، موجوده. ماربل اشتري، اشتري هذه غاليه والله، وانا عندي 1500 بس. خليني اخذ هذه بس، اشتري هذه، اشتري هذه اشياء احطها في البيت. يلا مع السلامه، فمان الله. اوه شوفوا هذا صندوق من الصناديق، هذا صندوق من الصناديق والله. يلا هذا ثاني صندوق نكتشفه. ايش فيه؟ اخذنا منه 50 ذهب. والله فلوس الناس كسرناها، بعدين نكسر الصندوق وناخذ الخشب حقه. الله انه يضحك. الشنطة يا حبيبي، لازم نوسع الشنطة، لازم كل ما نشتري الشنطة لازم اروح اسوي مهام جانبية عشان اخذ فلوس. كل نقطة اخذ 100، تاخذ 100. مجرمين انتو، كل نقطة 100 والله. بس مهمة مهمة مهمة. خلينا ناخذ الصف هذا كله، ناخذ، حط كل اللي عندك. حلو، كل الفلوس فك. والله الشنطة لازم، يبغى لي اروح اسوي مهمات، صدقوا اسوي مهمات جانبية شوية. بس خليني اجمع لي شوية فلوس من المهام الجانبية عشان ايش. عندي لحم وعندي والله خرابيط مرة كثير. شوف البيت كيف وسع، البيت وسع بس كيف. ايوه حطي كذا، توسع توسعوا. حلو، هذا الموية هنا، صدقوا اني يبغالي انا اشتريت حقت موية. حلو كذا، تعال شكلك، خلي الوسع زين. اشتريت موية، تعال حط الموية كل اللي عندك، كل الموية. بدون الموية المكاين ما تشتغل. طيب لا، تعال انت هنا. ايوه ممتاز، وهذا نيجي نحطه هنا. حلو، وهذا نيجي نحطه هنا. هذا ليه كذا راجع قدام؟ لا تعالي ورا. يا سلام يا سلام.
طيب هذه ادواتنا واشياء هنا. خلاص اظن كذا خليني اروح فين، اروح اكسر في المنجم، ابغى اوصل الليفل اللي بعده. نحن قاعدين حيسين في الليفل، والله شوفوا كيف الاجواء، الاجواء صارت رهيبه رهيبه، الجو صار هذا ايش اشياء تتكسر. يا سلام، لا عاديه اظن كنت من اول تتكسر بال دخلت فيها في الغلط. امشي امشي، ما ابغى ضاربك ولا تضربيني. انا مبسوط اني اقدر اكسر هذا هجمت علي. زعلت زعلت. تعالي يعني الا نضربك. يلا تعالي تعالي، والله بس الضرب قوي. اخذت من اشياء. يلا خليني اروح اشوف. دافع لهم 200 200 من عرق. ايوه هذه كانت اول ما تتكسر، الحين تتكسر. الديد وود، والله الخشب المي صرت اكسره. كسر كسر، طلعت ليفل. يا سلام يا سلام، زاد معايا الاتاك وزاد معايا الحياه. حلو، خلينا نروح نكمل. والله هذا القرنبع يبغى لي اشيله، بس خليه بعدين. شوف والله من اول احنا قاعدين هنا، لازم نروح للرابع والسادس. ما يصير ما يصير. يلا يلا خلينا نروح ندور. والله ماني قادر احصل المكان للمرحله الثالثه. باخذ اكسبيرينس واخذ خبره، لكن للاسف ما في شيء، والوقت تاخر. والله الساعه 2:30 في الليل. لازم اخرج لازم اخرج. فين المخرج؟ طيب فين المخرج؟ ماني شايف. خلاص خلينا نخرج خلينا نخرج. طحت اغبى علي. نمت فين؟ اغمى علي في المنجم، اغمى علي في المنجم. تمام طيب خلينا نشوف الشيء اللي اشتريته. اشتريت انا شيء من من احط اللوحه هنا، ايش فائدتها ما يداري. طيب حطها هنا. هذه عندي زي، صدق انا اشتريت واحده وهنا عندي واحده، يا صارت اثنين ما الأمة داعي. يلا نخرج نخرج. اوف ايش القطار هذا؟ واو قطعين طرق قطعين طرق، مع انه هذا شكله خطير مو مجرم. ايش سووا؟ It's in the back. I'll go. والله انه مجرم. Nobody moves. Hey now, hands up. اسمه لوغان. كلهم ارفعوا يدينكم. ايش بيسووا؟ يستنى ايش هذا؟ Well, I got it. Let's go. Look. Freeze Logan. اوف. جاستس هذا واحدة. اوف. ضرب القنبلة. شارد. God darn it. واو شارد. شوف 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 كيف طاروا هذولا. ايش الشيء اللي حاطينه؟ اوه في مهمة حيجوني انا. شوف القطار هنا قدام بيتي. قدام بيتي ايش المشكلة؟ في هنا رسائل. خليني اشوف الرسائل ونروح القطار. شوف الرسائل. كلها رسائل ما منها فايدة. خليني اشوف القطار ايش صار. ايش المشكلة؟ هنا في عندي مهمة. ايش فيه؟ wandering around aimlessly, eh? That is so you. ايش عندك؟ Great news. I've got something you can do right here. يبغى يطلب مني شيء. Yes. I was hoping to run into one of you builders. طيب ايش تبغى؟ You see that pesky Logan has struck again. والله لوغان اداهم ضربهم. He struck this here train window and yeah, you know the drill. Guess who needs to fix it? قطار خربان. Jensen called me over all in a huff. Where, but all of that, the train is stopped now at the station. Just get some glass. يبغالي أصلح القزاز حق ال. بسيط يعني. طيب حلو حلو. يبغالي أصلح القزاز بعد ما كسروا لوغان. لوغان المجرم. طيب. ما أظن بالبساطة هذه إني بس أجيب أسوي قزاز. والله يبغى قزاز بس. عندي قزاز ها. صلحنا. بس كذا. تك 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 اي مظبوط. يلا شغل 100 100. غلقنا لك. تعال فين نروح؟ لا تروح لا تروح لا تبعد. ترى والله سويت وانا واقف، وانا واقف كذا سويت القزاز. ترى خبره يعني، وبدون البنت دائما تدون تكلفنا. طيب 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 ايش تبغى؟ مش كومبليت يعني، هذه مهمتنا اللي انتهت. هنا ايش في؟ اوه والله زعلانين هذول الجماعه حق القصه اللي صارت. قالوا ما شافوا ولا شيء.
I saw a fire in that man's eyes. Wow. A burning desire for vengeance that sent chills through my very essence. All right, pal. Did you see anything that will hold up in a court of law? Not to... ده ما هو قاعد يستجوب يستجوبهم ما شافوا المجرم شكله بخايفين منه صدقوا Excuse me, Captain Sir Ernest Dang, you don't get out much, do you, partner? Dang reporter, يلا خلاص free to go. أدينا And remember, catch you later. طيب ما في شيء بس كذا Can't wait to get out of this place. والله عدمهم طيب ما في مهمة نرجع لشغلنا اليوم يعني طيب خلينا ناخذ مهام ثانويه شوف والله لوجن مطلوب ناخذ مهام ثانويه هنا خلينا نشوف ايش يبيع اول شيء هذا في شيء يبيع اثاث ولا شيء عندي ابغى هذا والله الكرسي هذا بس يبغانا لا ما ينفع التيبل ما عندنا التيبل كبر جير هذه والله اشياء ما عندنا ناخذ نشتري حلو ميزه تاخذها وتقراها على طول طيب نشوف ايش فيه مهمات ثانوية ناخذها عبال ما تجي المهمة الرئيسية. هذا ايش يبغى؟ يبغى وودن بورد والله ندي ليش الصاروخ هذا المحطوط عليه. هذا بس كم يدينا 340 نبغى شي فلوس محترمة نبغى هذا 400 ايش يبغوا؟ رابر رينج يلا ناخذ هذا المهمة. يلا نروح نجيب الرابر رينج. طيب يبغى لنا رابر رينج عندنا والله 12 رابر. بس يبغى رابر رينج كمان. رابر رينج ومن هنا ما نقدر نسوي الا 4 بس اقول لك يلا خذ 4 ويبغى لنا نحط هنا مو حقه الستون حقه ناخذ الاشياء اللي هنا عندهم ونحط له حقه يبغى لنا نجيب حقه الرابر سكراب لازم نجيب الرابر سكراب خليني اروح اجمع الرابر سكراب اظن من هنا نجمع هذه اشوف هذه الزبالات هذه جيب لي سكراب وجيب لي زباله واقعد افكفكها شوف رابر سكراب اخذ لازم نقعد نفكفك ونروح ايش عشان نسوي المهمه هذه تمام نرجع بعدين ايش نقول له قول له خش هنا في اعاده هذا شوف سكراب هذه يقول شوف ايش يطلع لك هذا شفت يبغى ربر الربر هذا انا احول له ليش احوله ل يلا اشتغل احوله للرينك هو يبغى كم يبغى 11 ربر رينك انا هنا قاعد اشغال والله على 2 فهذه 2 اخذتها ويبغى 27 ربر يعني طيب حلو ممتاز خلي هذا تشتغل وكمان انا كمان لانه شكله الليل حينتهي خليني اروح انظف شويه في المنجم والله بهذني المنجم ماني قادر اوصل للليفل الرابع نظفت المكان كله بس ماني قادر اوصل للليفل الرابع شوف لما افتح يقول لي هنا تحت شوف انزل نزلت تحت بس ماني محصل لسه شيء تحت كمان يمكن ماني قادر اوصل للليفل حفرت الدنيا تحفير هيا فين شايفين شيء هنا ماني شايف اوه شوف هنا مكتوب والله تحت طيب شوف والله مكتوب تحت هنا معلش يلا حلو وصلت كمان تحت فيه والله نحاس مليان بس ما ابغى يو تن اور ما اقدر معلش عشان ابغى البرونز ما اقدر شوف هنا مخرج هنا شوف شايفين المخرج فين مكتوب هنا الاستامين لا تغلق بس على الاقل بروح الرابع من اول قاعد في الثالث وحتى التين اور في الثالث احسه قليل يا سلام وصلنا الرابع نشوف المدخل والكنوز كمان مهمه بس برضو خلينا نشوف كل ما انزل تحت كل ما يكون احسن ترى لما اكسر في الاشياء باخذ معاهم كبر باخذ شوف ستون شايفين هذا ايش هذا لا شوف كيف ما ينفع هذا حديد هنا شكله الباب هنا شكله شايفينه هذا المشكلة انه الاستمنة حتغلق بس انا فرحان اني نزلت اخيرا للمرحلة الرابعة يلا كسر ايه شوف هذا في باور ستون مرة مهمة حق الطاقة حلو هذا هنا في شيء قلبي بس ما ابغى اضيع استمنة الكنوز هذه مهمة انا بوريكم اياها في المتحف بعد لا هنا ما في شيء طيب هنا ما في شيء يعني انه والله هذا محطة ستيشن وفيه تراب شوف المدخل من هنا مخرج من هنا يحط لي السهم شكله قدام حيغلق الاستمنة عشان كذا بطلع الفلات واجيب استمنة والله حتى لو جبت اكل شوف المخرج من هنا لو جبت اكل
الاستامينا ما تغلق. بس شوف المرة اللي فاتت طحت في المنجم. انا ما عارف يضرني ليه مقعود في المنجم حتى اطيح. تمام شكله تحت الرابع، المرحلة الرابعة تحت صح؟ اوف هذه نفسي هذه تعور، اتعورني ما تعورني والله عورتني بس قليل مو مرة. قاعد اشرد منه انا بعد راسي. ابغى انزل ابغى انزل ابغى انزل تحت. ايوه الو في كنز هنا في شيء والله. بس نزل 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 ابغى تن. ايوه انا ابغى هذا مره، ترى مره ماني قادر اسوي برونز. ناتي لف استمنة. ما في شيء اكل، واكل لحم ني. ثمانية ثمانية هذا هذا ايش؟ لازم نشوي نطبخ، لازم اسوي مطبخ. طيب بس باخذ هذه باخذ هذه. ما في اي اكل، حرام اترك ال اي اكل اقدر اكله. حليب حليب حليب، ليه ما تشربه؟ اشرب الحليب. ما اشربه ما اشربه والله. فجرت لي هذا واخذته معي. يلا يلا رجع له، بس رجع له رجع له. طيب جينا هنا رجعنا اخذنا كمان. حط لي كل الزبائن، لا تخلي عندك. هذا سبعة ميكانيكال سبعة، فك لي اياها كلها وعبي. طيب هنا كم باقي لي؟ باقي لي أربعة. أربعة زايد كم نحتاج؟ باقي سبعة. يلا اشتغلي عشان بكرة ننام ونطلع ونبغى نروح نسلم المهمة. يلا طيب خلينا ناخذ الباقي. ايوه يلا غلقنا. باقي واحدة. يلا غلق الدقيقة هذه بسرعة. أخيرا غلقت. يلا خلينا نروح نوديها لصاحبها. شوف فين مكانه، شايفينه في الخريطة وفوق هناك. يلا نروح له. يلا يلا جبنا لك اللي تبغاه أو جبنا لك. والله ما نعرف هو رجال ولا إيش هذا. يلا أديني فلوسي أديني فلوسي. يلا اي كم حديني؟ حديني والله فلوس كثير. حلو 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 حلو. وهذا يزود لي وركشوب. يا سلام حلو ممتاز ممتاز. خذ فلوس. صدقوا هذا صاحبي والله قال لي على بابلو هنا في صندوق. قال لي تحصل صندوق شكله جوة البيت يعني او ورا هنا ماني عارف. يمكن نخش جوة البيت ونشوف. حتى مو في البيت والله اتذكر. ما ادري هو ذا بوس قال لي ولا واحد قال لي. ها شو الصندوق؟ والله جبته. سامحني ما عرفت اول اجيب صندوق اللي قلت لي عليه. ما ادري هو البوس قال لي ولا مين. لا احلى شيء كسر الصندوق بعد ما تغلق. كسر الصندوق عشان اخذ منه خشب. خلينا نروح ناخذ مهمات. ايش هذا المكان دخلنا نحن؟ جيت مكان دخلنا. هذا كوبر ايش بو؟ طيب هذا يبغى لي اسوي له مهمه. ايش يبغى لي اسوي له؟ إيه هذا يحتاج عندي 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 كل شيء. تعال. لا لا ما ايش ناقصني؟ ناقصني اجيب ثيك روب. يبغى لي اجيب حبل ثقيل عشان اسوي له مهمه. اظن الحيوانات حقته مفتوحه، تخرج الحيوانات من يبغى يقفلها. فكل شيء عندي الا الثيك روب. من فين اجيب الثيك روب؟ خليني اشوف. ايوه وصلنا هنا. فين ثيك روب؟ يبغى حبل غليظ. ايوه ايوه سوي لي واحد حبيبي. عندي واحد يسوي لي واحد وخلاص. نروح نرجع لهذا ونسوي له ونصلح له السور الخربان حقه. شايفين في مكانه هناك؟ نروح له دحين ونظبط له كل اموره. والله قاعد اخذ فلوس وانا قاعد اسوي المهام. ايوه هذا السور حقه منتهي. خلينا نظبط له اياه. مفتوح. ايوه خلينا نقفل له اياه. سويت له بوابه. حلو. هاي ابو الشباب اديني فلوسي. يلا اديني فلوسي وخلينا نمشي على طريقي. ممتاز والله اخذت فلوس وركشوب وكله. شوف علاقه هو وعائلته، هو وعائلته اخذت علاقه فيه. طيب هنا اظن بعدين يبغالنا نشتري. والله يبغالي اشتري مزرعه وعصافير في هنا. وف شايفين والله يا حيوان كيوت. هذا الحيوان هذا الحيوان كيوت. يجي هو خنزير ولا ايش قلعت اهله؟ كم سعره؟ والله ب 300 بس. يحتاج ما عندي، ما بنيت انا، ما بنيت ما بنيت. لازم ابني مكان حق عصافير وكذا عشان اجيهم. خليني اشوف اي كمان في مهمه ثانيه ولا ايش في هنا. موجود مهمه جوة البيت الالعاب هذا. خليني اشوف ايش فيه. ايش عندك انت يا ولد؟ Ready to get your ride on? Yeehaw! Aww. Don't you? Well. إيش هذا؟
سباك. اوه اقدر اتسلفه. هذا كيف سرعته؟ هذا كم؟ والله هذا لا بيضحله. حلو، اقدر اتسلفه بسبع ايام بعدين اجي ادفع فلوس. فين الحصان حقي؟ والله اقدر اركب حصان اخيرا. المشاوير انتهت. هذا عنده مهمة دحين، يقول لك امشي وراه. فين اوديني؟ بس الحين خلاص عندي حصان، اخيرا جانا حصان. والله شوف كيف، شوف كيف يجري، جري جري سريع. يلا يلا تعال اجري وراه، اجري وراه. والله خطير الحصان. المشاوير كنت اروحها برجلي خلاص انتهت، بس هذا اظن لازم كل اسبوع ادفع له فلوس ولا كيف؟ والله رهيب. حتى نوصل هنا. يلا 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 رهيب. والله بصراحة انبسطنا، خدنا الحصان اخيرا. صار عندي حصان. دايما برنسيتا تقول ايش بك انت مشاوير تضربها. شوف عندي حصان خلاص، ما عندي مشاوير. يلا ابا. خطير. يا سلام، صار دنيا حلوة دحين، سهلة الحركة، سهلة مرة سريع. شايف رايح على بيتي. الله شوف الجو كيف، شوف الجو. يا سلام، اظن خلاص ننام الليلة. سوينا مهام كثير جانبية واخذنا حصان. لا تروح، ها اجيك الصباح اصلك هنا. تمام يلا حلو. هذا ليه وقف؟ ليه وقف؟ ليه وقف؟ لا توقف. شايف اول مرة اعرف اني اقدر الون السرير واختار شكله واختار كذا. هذا كذا، خليني اختاره كذا. ابغير السرير حقي، بغيره. يلا كذا السرير احسن. اوف ايش يبغوا؟ يبغوا ايتمات. يبغوا هذا. الحسو بلاش فرحان. طيب يلا نام نام. بدينا يوم جديد، خلينا نشوف ايش في برا اليوم. اذا ما في مهام نسوي مهام جانبية. اوف عصابة، عصابة. اوف 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 اوف، هذا ما في غيره هذا في المدينة. ضفادع هذول. والله هجموا هجموا هجموا. شكله دحين يدوني مهمة، يدوني مهمة. طيب يلا خليني اروح هناك. فين الحصان؟ تعال تعال تعال. فين الحصان؟ ايوه حلو. ايش في رسائل؟ ما في شيء مهم، بس اركب الحصان. حلو ممتاز. يلا اجري فينا، اجري فينا، اجري يا حبيبي. واو هنا هنا، يجي يجي. صدق هنا قصدهم، قصدهم. انزل انزل. ايوه ايش ايش بكم؟ ايش صار هنا؟ سلامات سلامات، ما اشوف شر. طيب ايش صار هنا؟ ايش هذا الاشياء؟ Did you see that? Those darn giggler's are giggler's. هجموا عليهم giggler's. They're muddling up our water. Do you mind helping out with the trash around the oasis? The longer they're in the water. طيب ايش يبغاني؟ يبغاني انظف التراش. انا فاخرتي انظف التراش. خمسة زبايل هذه رموها المجرمين. حلو هذه واحد، هذا اثنين. هلا والله بالغالي، هلا هلا حبيبي. تمام هذه ايوه. شيل شيل شيل. معليش معليش، والله عفنوا الدنيا عفنوا الدنيا، لكن احنا حننظف لكم كل شيء. هيا غلقنا غلقنا، نظفنا لك الدنيا كلها. خلاص اكلمك، خلاص غلق. اداني واحدة موية، يعني كل الشغل هذا لوحدة موية. الله انك. بس اخذنا فلوس، اخذنا فلوس، ما في مشكلة. طيب فين الحصان حقي؟ تعال تعال يا حبيبي، تعال تعال نروح نسوي مهمات ولا في شيء؟ ايش ماما تلدة؟ ايش عندك يا ماتلدا؟ I just remembered that we haven't introduced you to desert farming. اوه انت بتعلمني الزراعة على الصحراء. يبغالي اقابل واحد اسمه زيك. If you want some pointers on farming, you should go talk with him. طيب ممتاز ممتاز، شكرا. I've already given him a heads up that you'd be well. I'm on my way to see how Coop's doing. So you have a good. تبغاني اتعلم من الزراعة؟ طيب حلو. يبينا عند مين؟ عند اوكي اوكي، نروح له نروح له. حصاني موجود هنا. ما في. اوف غلقت غلقت الطاقة. حط له ايوه حط لك. يلا عبي عبي بس جيب.
ما نبغاك توقف، ما نبغاك توقف ابدا ابدا، جيب على طول. ايوه تعال، والله هذا فادني كثير. خليني اروح لهذاك، فين مكان في بعيد، بس اروح له. اروح له. مين هذا الرجال؟ ايش عنده؟ شوف كيف شكله، شايل المستيريوس، يقول لك رجل غامض. انت تعال 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 تعال. ايش عندك؟ ايش عندك تبيع شيء؟ ها تريد ايش تبيع؟ واو واو واو، شوف سرير كيف رهيب، يديني ابيليتي باور 8، اشياء رهيبه والله يبيع. اظن هذا ما يجي الا في السنه مره ولا في الشهر مره ولا ايش حكايته. هذا ايش هذا؟ لا السرير لازم اشتريه، معلش معلش، نشتري السرير. هذا ايش هذا؟ يزود الاتاك 9، نشتريه برضو. هذا هذا يزود الهيت بوينت، يزوده 88. معلش خلينا نفتح الشنطه حقتنا وننظفها. خليني اشتري هذا، ايش يبيع؟ لو بو 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 بو، كم سعره هذا؟ يلا اشتري اشتري. حلو، هذا ايش يسوي؟ جولري، والله اشياء كثيره حلوه عنده. يكفي كذا، يكفي. شكرا يا ابو الشباب، نشوفك شكل الشهر الجاي ولا السنه الجايه ما انت داري. على فكره انا في غلطه بسويها، لازم قبل ما اروح استنى حصان هنا. فين الدكتور؟ الدكتور لازم يسوي لي ابحاث. هذا الاهبل هنا في ايش يسوي؟ ايوه هذا ريسيرش سنتر، خليني اخش عنده عشان اديله سي دي يسوي ابحاث عليها. ايوه هذا، انا غلطتي اني ما ايه فين 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 سوي جفت ريسيرش. هذا ريسيرش ايش نبغى نفتح؟ والله في اشياء كثير نبغى نفتح. عندي 119، ما ابغى هذا، ابغى الورك شوب، ابغى الورك شوب، الورك تيبل. هذه والله مهمه، هذه مهمه ما سويتها، ابحث لي فيها. تقدر تبحث لي ما يقدر يبحث الا في واحده بس. طيب هذه سوي لي ورك تيبل، كان المفروض اسوي لها ابجريد. طب اقدر اسوي؟ لا لازم واحده شيء بس. طيب خلاص يلا، لازم على طول اسوي عنده ابحاث. هذا ما اترك، شوف الدنيا عنده الدور هنا والثلاجه وخرابيط. يلا يلا خلينا نروح لنتعلم المزرعة، والله عندنا شغل اليوم كثير. يلا والله قربنا قربنا، شوف 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 هذا مكانه، مكان عجيب هذا، ذكرني بعدلان ولينا ما نعرف ليه. ايوه تعال شوف ايش اللي تكسير وحفارات واصوات عجيبة هنا فيه، صدق يمكن والله شكله فيه ضرب مضارب. يلا خش، اقدر والله يعوره، بس انا اقدر اضربه. حلو حلو الضرب فيه حلو، تك 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 تك. طيب هو ابغى اقتل ثلاثة، يعني هم ثلاثة هنا خربوا بيت الرجال. هذا اظن مزرعة الرجال هجموا عليها. حلو 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 حلو، يلا يلا باقي قتلنا اثنين، باقي الثالث. يا سلام والله حرقوا له المزرعة. اوف اوف ايش هذول بيضربوه؟ ايش صار؟ اوه جاي ضرب الرجال غلط، والله اقوى مني هذا، نتفه بتنتيف. جو هجم على مزرعته. هذا دوبكم جايين، دائما ما يجوا لفخر الوقت، ما يجوا لفخر الوقت. طيب اطلع. طيبين طيبين، اقول لك خلاص بس روح. Hello. You must be the new builder. ايش عندك؟ I'm Zeke. يا زيك ايش عندك؟ خلاص اوف، شكله يبغى يصلح له شيء. That thing over there important, Zeke. Oh yes, the hydrogel. All the crops. اوه مرة مهم. You're joking, right? No, hydrogel. تمام حلو. Go ahead. Good luck, builder. See ya. ممتاز. هذا اظن هذا خربان، يبغى لي اسوي واحد ثاني. فاول شيء كسره عشان اخذ منه الاشياء، وبعدين ابني واحد ثاني عليه. ممتاز يا سلام. طيب دحين مطلوب اني اروح اكلم الدكتور عشان اشوف لي هذا كيف يجيبوا لي واحده ثانيه. يلا خلينا نروح نكلمه. معليش جينا لك مره ثانيه، المره هذه
عندنا مشكلة. Are you here for the hydrogel? الهيدروجيل. I have a few ideas about how to make one. تبغى quick, bring me. يبغى 5 داتا ديسك. خذ 5 يلا. Good. These will do. Oh, and one more thing. إيش تبغى؟ I'm quite certain that one of the materials you need for this. يبغى كوندنسر. Can be acquired at the breach. أوف. A ruins in town that has been closed off by the civil war for some time. Speak with justice about letting you in. That will be all. Goodbye. يبغى أوف. طيب. يبغى لي أروح المكان أجيب منه كوندنسر. يلا نروح. أبو الشباب وقف. الدكتور يقول لي لازم يروح البريتش. خلينا نفتح. لا. طيب قال لي روح البريتش. يلا الله يستر. طيب قبل ما نروح للمكان لازم نشتري سلاح بصراحة. أوه هذا شكله قوي. مطلوب لي في 4 و46. هذا كم الدمج حقه؟ 43. لا ده 54 يوصل. هذا لا لفل 12. هذا شكله قوي. اديني هذا. اديني. ما عندي. طيب خليني ابيع لك اشياء من عندي. خليني ابيع لك اشياء. والله انا خايف اني ابيع شيء يحتاجه لكن لازم ابيع. بلد خذ اشتري من عندي. اشتري هذه. اظن الحين ما احتاجها بس فك لي مكان في الشنطه وخليني اشتري السيف هذا. حلو. رقم واو شوف قديش كبروا. يلا خلينا نروح المكان ذاك لانه شكله هناك في ضرب وخبيط. قلل. يلا نرجع. رهيب الحصان مره رهيب. شوف كيف سريع. المشكله انه كل اسبوع حدفع فيه. يلا خلاص وصلنا. اظن ما اقدر اخش. لازم اطلع من عندك. يلا خش. واو شكله هنا في شيء. ايش الكتاب هذا؟ ايش يسوي؟ يديني خبره بس. طيب ايش في هنا؟ اوه حوش. تعالي والله يعور. اوف 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 اوف. قوي والله قوي. سلاح قوي. تعال اديني خبره. طلعوني ليفل. اباخذ انا من عندكم الكوندنسر وبمشي. انا ما مطول ترى. انا ماني مطول هنا. هذا ايش؟ تعال. اوف اوف اوف. كسرت الصناديق. يلا موتي. مكان هذا مكان. الصناديق اللي فيها شيء؟ ما فيها شيء. ولا هناك الصندوق هذاك ولا شيء. الشنطة مليانة. والله مشكلة اللعبة هذه في الشنطة. مرة مشكلة. مين هنا؟ حط. ايوه. ايش؟ ايوه. اوف. دحين كذا. ايوه طيب. حلو. ممتاز. يلا ها. يلا. خذ. هذا والله نتفتو. ايش اللي هنا فيه؟ هذا برضو حق خبرة. ادوني خبرة محترمة. ايوه. ممتاز. هنا في شيء. ممتاز. يقول لك انزل تحت. نزل تحت ما دام في ادوك حياة معنا في مصيبة. ايوه. دخل على مين؟ اوف. المجرمين. شوف كيف شكله هذا قديش كبره. اوف. هذا رئيسهم شكله. هذا القائد حقهم. اوف. اسمه في بي. ما ادري حيات هذول ولا سحالي. تعال يا في بي تعال. بعد لا تعوروني طيب. خليني انا اعوركم. ايه. والله كثروا علي. مره قوي هذا. والله قوي. مع اني مشتري سيف قوي برضه احسه مره قوي. والله يلا خذ. ايوه. واحد مات. يلا اللي بعده. اثنين. لا تعورني رجاء. لا تعورني. تعال هنا. والله يا قوية. ايوه تعال. ايوه باقي لك قليل.
والله بس يعور ضربته. ضربته مرة تعور. تعال كذا. ايوه. ايوه ايوه خذ خذ. تعال كذا كذا. اه. هذا في بي هذا في بي هو قواهم رئيسهم. هذا قواهم السي في بي. اوف بقي لي شويه اموت بقي لي شويه. اخذ خذ. لا لا. والله صعب. واو والله صعب. فين راح فين راح تعال تعال تعال. اوف شرد شرد والله تعبني. تعال فين راح هذا هنا. هذه ناخذ الاشياء ناخذ الغنايم. مشكلة شنطة مليانة شنطة مليانة. خلي اجي وراهم بس. طيب انا ماني عارف يمكن فوق يمكن فوق. اه شكله فوق الكوندنسر شايفينه يمكن هنا فوق فوق هنا. ايوه هو ولا ما هو؟ هو الكوندنسر. طيب يبغاني اقفل الحفرة. عندي حجار. اوكي الحمد لله انا عندي حجار. وش يبغى؟ يبغى خشب. عندي خشب والله ما عندي الا خشبتين. لازم خلاص يقول لك ايوه قفلنا الفتحة اللي يجوا منها السحالي والضفادع هذه. اوه ايش بهم هنا قاعدين يستنوا؟ ايش هذول ايش قاعدين يستنوا؟ ايش تبغى؟ كان يدور علي. Justice was worried about you. ما كان خايف علي. لا تخاف لا تخاف. I stopped. Wait, did you say? I see. Yeah. يلا. So you just take it easy. See ya. Catch you later. See ya. كانوا خايفين علي بس شوف علاقتي معهم تطورت. شكرا شكرا يا. طيب فين ايوه تعال يا حبيبي تعال. انا بسميك سهم. سهم. رهيب عشانك. رهيب. طيب شكله لازم نرجع ننام عشان نجي الدياجرام. ما حيجينا اليوم في الصبح. حيرسلوا على البريد. بس الجو روعة. يا سلام. طب قمنا الصباح بس قبل ما نسوي أي شيء لازم نحط الأشياء اللي جبناها. السرير. والله البيت صغير. بس اشترينا سرير جديد يعني. شوف سريرين. الثاني ما نعرف أنا ودي. طيب هذا الثاني برضو الكرسي. الكرسي بيزته. أظنك تعبي الاستمنة تقدر تقعد عليه. وإذا كانت الاستمنة نازلة تعبيها. كيف حالك أبو شباب؟ طيب حلو ممتاز. خلينا ننزل نشوف ايش بقية المهمة. حلو جات الرسالة على البريد. جات الرسالة على البريد. حلو هذا نبغى هذا. يا سلام هذا جبل الكور وهذا جبل الدور. ناخذهم الاثنين. نروح نبنيهم دحين عشان الهيدروجين اللي كسروه السحالي. شوف هذا وهذا هذا وهذا. نحط اول شيء هذا ولا نحط هذا؟ خلي يلا سوي هذا. هذا الكور والله شوف ايش يبغاله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. والله شكله صعب. طيب نقدر ايش نحط عندنا؟ النحاس. النحاس عندنا. ليذر يبغالنا ليذر نجيب. والله يبغالنا نسوي ليذر. يبغاله شغل يبغاله شغل. طيب أظن كذا يكفي أعزائي المتابعين هذه الحلقة. هذا القدر من هذه الحلقة. نكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة. اللعبة هذه إن شاء الله حنختمها مع بعض بإذن الله. ونراكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.